اخف بقى، مش كل ماتش ما تعملهاش فينا. لا بص، هو في موقف كده حصل، يعني انا ما اعرفش هو هيزعل ولا لا، بس هو موقف مش يعني هيزعل. طريف. كابتن شيكابالا، الماتش اللي هو بتاع الكاس، ده كنت اللي انا هو شو... من اللي فات شهرين ده. كنت انا شوت الفاول الاولاني وفاجئ جون، فالشوط التاني جه فاول، فانا بحط الكوره، فراح هو هو جاي كان رد بجون فهو شيكابالا. بقى الشوط التاني في فاول من نفس المكان كده اللي انا جبت منه جون، تمام. فانا بحط الكوره وراجع، فلقيته واقف، فبقول له يا كابتن، قال لي خلاص واحده بس كفايه، فقلت له والله يا كابتن، قال لي اسمع بس خلاص بقى، انت سيب مهند يشوط، قلت له يا كابتن انا هحطه، انا هلعب الكوره زي ما دي. المهم يعني كان موقف طريف، انا على المستوى الشخصي بحبه جدا اي يعني، فقلت له يا كابتن والله انت انا هحطه زي ما تيجي، فراح ضحك كده. فدي ما من جاتش المواقف طبعا دي من هي. المواقف دي من المواقف يعني اللي في الماتشات. انما في الصراحه ما حدش فيهم يعني، ما حدش في لعيبه الزمالك لا يعني بتعامل معاهم كلهم اخواتي، ويبقى العلاقه ما بيننا قويه جدا يعني. تجربة وادي دجلة ليه كنت بعيد عن المشاركة رغم ان ميدو كان يعني متمسك جدا انه يضمك وقتها، مش كده؟ برضو انا في بدايتي مع وادي دجله، برضو رحت كنت بقى لي فتره جاي من المصري ما بلعبش، كنت بعيد عن الماتشات جدا، فطبعا انت عارف ان اي حد بعيد عن الماتشات محتاج وقت عشان يجي مع الماتشات، فاحنا بدانا بدايه مش كويسه مع كابتن ميدو، وبعد كده كابتن ميدو في ماتش او اه ماتش عمل تشكيل وتعادلنا، وكنا بعد عمالين نخسر، فطبعا قال لي ثبت التشكيل ده مشي كويس شويه، فطبيعي ان الناس اللي ماشيه كويس وخلاص، احنا بنحاول يعني نلم اي فرقه او اي 11 ايوه. يعملوا حاجه كويسه، فالناس اللي كانت بتلعب ماشيه كويسه، فطبيعي ان انا مش هلعب. فجيه النتائج ابتدت بعد كده تبقى وحشه، وانا كنت ساعتها برضو يعني ايه، لما ما بلعبش ببقى بتهمل. متضايق شويه وزعلان، فجيه جهاز جديد كابتن طارق العشري، وانا برضو ما كنتش بلعب، فطبيعي ان هو هيجي يلعب الناس، فلما جه كابتن طارق ولعب الناس الفرقه كسبت 4 ماتشات او 3 ماتشات او 4، فخلاص الناس اللي بتلعب هي اللي بتلعب، لكن كابتن طارق انا لما جه دجله كنت انا بعيد خالص عن الماتش، بقى ابتدى يدخلني بدأ شويه شويه، يدخلها. فلما جه بقى ابتدى يدخلني رحت انا مشيت. تجربة الاتحاد دي تجربة منسية خالص. ما هو انا بقى في الفتره دي رحت الاتحاد، ليه؟ عشان انا كنت في دجله قعدت اول 6 شهور ما بلعبش، فكنت خلاص ربطت فخلاص يعني مع نادي فربطت تاني. مع نادي الاتحاد، فرحت رحت نادي الاتحاد، مستر ماكيدا اللي هو الاسباني برضو لعبت مع اول ماتش، وبعد كده برضو ما يعني ما بقاش يلعبني خالص، فبرضو كنت مستغرب. او بص، هو كل الفتره اللي انا بحكي لك فيها دي كان فيها سبب، اكبر سبب ان انا كنت بعيد عن الماتشات هو تاثير مني، تمام عشان ما اظلمش حد تمام ولا اقول ان حد مفهوم مثلا، مفهوم. انا كنت بقصر كتير جدا خصوصا في التمارين وما كنتش مركز، لكن في حاجات حصلت لي قبل الحاجات دي هي اللي اثرت عليا، يعني هي اللي اثرت عليا. مثلا سبب مشياني من الزمالك ده كان موضوع بالنسبه لي كان مؤثر فيا وانا كنت لسه صغير، فما كنتش ما كنتش مدرك ان خلاص الصفحه واتقفلت والكلام ده، فاثر فيا بالسلب. الموضوع خد معايا وقت طويل، يعني خد معايا وقت طويل ان انا عقبال ما فقت تاني وعقبال ما رجعت او عرفت ان خلاص الدنيا مش هتقف، خدت وقت طويل جدا. تجربة الجيش بقى كنت رايحها يعني، في وقت الاتحاد السكندري دي فكرت تعتزل؟ لا اصل انا وقت الاتحاد السكندري كان عندي 24 سنة 24 صح؟ سنة 24 سنة 23 سنة، لا ما فكرتش، بس كنت بقول لنفسي يعني انا لو ما ركزتش او ما يعني ما فكرتش شوية في نفسي، ممكن فعلا يعني الموضوع يقلب معايا لحاجة تانية خالص،